غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو سلام ونعمه. ابونا سوريال؟ ايوه. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. لعلك بخير يا ابونا. يا رب يخليك. معاك ابو مريم من امريكا يا ابونا. ازي حضرتك؟ كويس، نحمد الرب ممتازين. كيف الحال وكيف كيف الاسره الكريمه يا ابونا؟ نشكر ربنا تمام. طيب. يا ربنا يخليك ويديم محبتك. شكرا. ابونا كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت، بس لو في ابونا سوريال، بالنسبه في علم اسمه علم النقد النصي، هل حضرتك قرات فيه او سمعت علم النقد النصي؟ طب يا ابونا، هو علم خاص بعلم المخطوطات. ايوه يا ابونا، هو علم خاص بعلم المخطوطات، بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون. ايوه. صوتك بيقطع. لا صوتي ممتاز حضرتك، صوتك زي البلبل. بقول لحضرتك علم النقد النصي او النقد الكتابي، هو علم النقد النصي. النقد النصي هذا نقد النص. هذا العلم هو علم خاص بعلم نقد المخطوطات، بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل، ولكن الاصل مفقود. حضرتك الان في علماء كبار من امريكا ومن غير امريكا. النصوص دي محفوظ من حد. نعم. النصوص دي محفوظه، ما حدش يجي ناحيه يعني. لا حضرتك النصوص دي محفوظه. لا انا هقول لك ابونا سوريال، ثواني بس. حضرتك انا معايا كتاب للقران. مين حضرتك؟ مين حضرتك الاول؟ انا اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا. حضرتك ايليني. عزامك يا ابو مريم. متشكرين على ادبك انت. عزام. القمص عبد القمص عبد المسيح بسيط ابو الخير في كتابه الكتاب المقدس يتحدى نقاده وقائلين بتحريفه، صفحة 175، يقول يوجد أكثر من 1000 مخطوطة سواء جزئية أو كاملة للعهد الجديد، وبالرغم من أنه كما يقول جيسلر وينكس ليس لدينا مخطوطات أصلية متبقية إلى الآن للكتاب المقدس. الدكتور العلامة وهيب جورجي كامل وهو استاذ العهد القديم. عايزين الشام انت عايز حضرتك يعني. اذا كان الاصول غير موجوده حضرتك، اذا كان الاصل غير موجود حضرتك اذا كان الاصل غير موجود، الاصل يعني الاصل اللي كتبه التلاميذ غير. لا الاصول. نعم. المخطوطات لها اصول طبعا. ايوه لها اصول، لكن المخطوطات لها اصول موجوده. لا فين يا فندم موجوده فين؟ اديني ريفرنس، اديني اشاره، مين اللي قال المخطوطات موجوده؟ ما حد يقول كده. انت بص ابونا سوريان، انا كل حاجه موجوده. طب اسمعني بس، انت تعرف حضرتك الانبا بشوي اللي تنيح؟ الانبا بشوي انا اكبر عالم في الكريستولوجي، علم اللاهوت في مصر. اتصلت بيه قال لي نفس الكلام، الاصول. قفل التليفون. قفل التليفون. مسكين مسكين قفل التليفون. نحاول نتصل بيه يا عم كاندي تاني ولا لا؟ نتصل بيه تاني؟ اوكي. مسكين. قفل التليفون. قفل. محترم يا استاذ. ما في داعي يا استاذ كوشير ولا بتاع، ما في داعي.
بدون إشاعة تكسي لو سمحت. ما هيرد، ما اعتقدش هيرد. الاخوه لا كرم الله يبارك فيكم، اي واحد يسيء مسلم او انا اديكم فرصه، ما حدش يسيء تكسي، لا يسيء اتنقط، ما حدش يسيء، الغرفه مش للاساءه، اقامه الحج عليهم، ما حدش يسيء ولا مسلم ولا مسيح. نكمل ان شاء الله. كان معانا نواة مباشره، الان اديكم بياناته. القمص سوريال كامل، القمص سوريال كامل من مطرانيه الاقباط الارثوذكسي بالجيزه. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله أكبر، كبير كل فرد. يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي، يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود، يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء.